بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة. الدرس 17. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا في الحلقة السابقة إلى قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم جنبا فاطهروا، أي اغتسلوا بجميع البدن كما سبق. ثم قال سبحانه وتعالى: وإن كنتم مرضى، أي أصابكم مرض لا تستطيعون معه استعمال الماء، أو على سفر ولم تجدوا ماء، لم تجدوا ماء في حالة السفر، لأن الغالب على المسافر أنه لا يجد الماء إذا لم يكن معه ولم يكن حوله ولم تجدوا ماء، فتيمموا، ويقصدوا صعيدا طيبا وهو ما على وجه الأرض من التراب الطهور أو الغبار الطهور، تيمموا صعيدا طيبا، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة التيمم بأن ضرب بيديه الكريمتين على الأرض ثم رفعهما ومسح بهما وجهه وكفيه، وقال: يكفيك أن تقول هكذا. فالتيمم يكون بديلا عن الماء في الطهارتين الصغرى والكبرى في إحدى حالتين: إما المرض الذي لا يستطيع معه استعمال الماء أو يشق عليه، أو أن يكون مسافرا ولا يجد ماء، وهذا من باب الغالب، فإذا لم يجد الماء ولو لم يكن في السفر، إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم ولو كان في الحضر، لكن عبر بالسفر لأنه يغلب على المسافر أن لا يجد ماء، وأما من كان في الحضر فيغلب عليه أنه يجد الماء. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي من الصعيد، وهذا يدل على أنه لا بد أن يعلق باليد شيء من التراب والغبار يمسح به وجهه. ثم قال سبحانه وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، أو لامستم النساء يعني لمستم المرأة من دون حائل، لمستم المرأة مباشرة من دون حائل، فهذا من الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء. أو جاء أحد منكم من الغائط، والغائط في الأصل المكان المنخفض، والمراد به وهو هنا كناية عن الخارج من السبيل، عبر عنه بالغائط
من باب الكناية والترفع عن ذكر ما يستهجن. أو لامستم، يعني لمستم النساء باليد لشهوة أو بدون شهوة على إطلاق الآية، لكن يكون ذلك مباشرة من غير حائل. وبعض المفسرين يقول لامستم النساء أي جامعتم، فالمراد بالملامسة هنا الجماع، بينما الفريق الأول يقول المراد بالملامسة اللمس باليد. واختلفوا هل مجرد اللمس باليد من غير حائل ينقض الوضوء ويوجب الوضوء فيكون من نواقض الوضوء، أو لا بد أن يكون بشهوة، أو أنه لا ينقض اللمس باليد مطلقا وإنما المراد بالملامسة الجماع، على خلاف بين العلماء في هذه المسألة. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فقوله منه من تبعيضية، فيدل ذلك على أنه لا بد أن يعلق باليد شيء من الأرض يمسح به وجهه وكفيه. ثم قال جل وعلا مبينا الحكمة في تشريع التيمم بدلا من الماء عند عدمه أو عند المرض الذي لا يستطاع معه استعمال الماء، أن الحكمة هي رفع الحرج. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فهذا فيه أن المشقة تجلب التيسير، وأن ديننا دين اليسر ولله الحمد. ما يريد الله، والإرادة هنا المراد بها الإرادة الشرعية لا الإرادة الكونية. والإتيان بمن، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج للتأكيد، والأصل لا يريد الله ليجعل عليكم حرجا، فزيدت من لأجل التأكيد. ولكن يريد ليطهركم، شرع لكم استعمال الماء عند وجوده واستعمال التيمم عند عدم الماء في الطهارتين الكبرى والصغرى، يريد الله أن يطهركم بذلك. فدل على أن التيمم بالتراب مطهر مثل ما يطهر الماء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. هذا وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.